أسبوع ينقضي والمواطنون في محافظة أبين يدعون لوقفات احتجاجية بعد وصول الاقتصاد الوطني إلى أسوأ حالاته في تاريخ البلاد، متسببا بتدهور العملة المحلية أمام الأجنبية. الكثير منهم حمل الميليشيات الانقلابية ولم يعفي الحكومة الشرعية أيضا من الفشل في إدارة ملف الاقتصاد الذي تعرض لانتكاسة كبيرة بسبب الانقلاب ونشوب الحرب وتقاعس الحكومة عن إيجاد بدائل وحلول ناجعة. المصيبة أن الحكومة وكأنها في واد آخر. أنا أقول هكذا، أنهم يستلموا بالدولار هم ما يحسوا بالإنسان البسيط، إضافة إلى أنه التسارع في أسعار العملة الصعبة خاصة الدولار والسعودي وغيرها أثر سلبا على حياة المواطن، بحيث أنه لا يستطيع الآن العيش، حتى أبسط سبل العيش غير موجودة، يعني ما يسد الرمق بس يريد أن يعيش بكرامة. كغيرهم من المحافظات الأخرى يحاول سكان أبين مواجهة هذه الأزمة الطاحنة التي ضربت البلاد، موجهين التهم لقيادة التحالف العربي بعدم جديته في دعم الشرعية وتقديم حلول ناجعة تسهم في استقرار العملة وحلحلة الأوضاع. نحن نطالب بحياة كريمة، بحياة كريمة، إذا لم تحصل فإن الوضع سيتأجج ويتطور، ونحذر دول التحالف بأنها يعني سينعكس على يعني معركة التحرير في اليمن هذا إذا لم يكن هناك عالقات فورية. ولأن الاحتجاجات وحدها لا تكفي كما يرى البعض هنا، يواصل التجار إغلاق محلاتهم ومراكزهم التجارية بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا غير متوقع خلال الأيام الفائتة، معتبرين الأزمة الاقتصادية تهديدا لحياة الناس الذين لا يتجاوز دخل معظمهم 100 دولار في الشهر الواحد. التجار تكذب بالذات، يعني اقول لك، وبعض تجار الجمله انهم تقاوموا معنا وتضامنوا معنا بانهم الغوا محلاتهم تنديدا بما يحصل. الان نحن في حاله يرثى لها، انا اقول هكذا، الناس بدات تخاف الان، الجوع بدا يسيطر، شبح الجوع بدا يسيطر على الناس، الخوف. لا الواحد اما يستطيع ان ياكل حتى يتعالج. حالة التردي التي وصل إليها الوضع الاقتصادي تفاقم الواقع المعيشي الصعب، حيث وصلت المعاناة أوجها ولا يجد المواطنون إمكانية للخروج من هذه الأزمة إلا بإجراءات جادة من قبل الحكومة ولو بتغييرها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.